جولة مهمة من جولات رائد الفضاء سلطان النيادي، وهذه المرة مع الصحة في مكتسبات جمة يحملها رائدنا الإماراتي إلى البشرية أجمع، في رحلة يكتب فيها عصراً جديداً ومستقبلاً مبهراً ينتظر الإنسان وسط تحديات لا تتوقف. تجربة كارديو بريث على متن محطة الفضاء الدولية تفيض من بين طياتها الأهداف المثمرة في تحليل لمدى تأثير بيئة الجاذبية الصغرى على وظائف القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، حيث يقوم رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية خلال هذه التجربة بمراقبة معدل ضربات القلب وضغط الدم ومستوى الأكسجين في الدم وتخطيط القلب باستخدام قميص المراقبة الحيوية الذي تم تطويره لصالح وكالة الفضاء الكندية التي تعاونت مع جهات عدة: مركز محمد بن راشد الفضاء وجامعة سيمون فريزر وجامعة داكوتا الشمالية. أهداف تنعش وتعزز فهمنا لطبيعة المهمات الفضائية طويلة الأمد من خلال مراقبة التغيرات في كيفية تحكم أجهزة القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي لرواد الفضاء في ضغط الدم بهدف ضمان بقاء الطاقم بصحة جيدة في طريق عودتهم من الفضاء، مع تحليل وفهم لتأثيراتها على ضغط الدم. كما ستسلط الدراسة أيضا الضوء على الاضطرابات التي يمكن أن يسببها انعدام الوزن، مع التركيز على مقارنة البيانات بين رواد الفضاء من الذكور والإناث. تجربة أجريت على مرحلتين، الأولى كانت من خلال ارتداء سلطان النيادي لجهاز مراقبة الوظائف الحيوية خلال العمل على دراجة ل25 دقيقة، وتم تتبع البيانات من قبل الباحثين الذين راقبوا معدل ضربات القلب وضغط الدم ومعدل التنفس ومستويات النشاط في الدورة الدموية وأثناء وقوفه لقياس التوازن. وفي الثانية ارتدى سلطان قميص بايومانوتير المجهز خصيصا لهذه التجربة، وقام بمراقبة نبضات القلب وضغط الدم والتنفس وغيرها من الوظائف الحيوية خلال العمل على الدراجة وأثناء الطوف في محطة الفضاء الدولية. هنا تفيض الأهداف وتزيد رقعة الاستفادة من هذه التجربة مع مقارنة النتائج من قبل الباحثين على الأرض لتحديد التدابير المضادة لمخاطر أمراض القلب والجهاز التنفسي في الفضاء. وسيفيد البحث أيضا في دراسة وعلاج المرضى من كبار السن على الأرض.